سلام بنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل واحسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد في القناه ديالي. عمري ما درت من هذا النوع من هذه الفيديوهات هادو. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم لا فيديو خليوها لي في التعليق باش نزيد ان نصور لكم اكثر من هذا النوع. هذا اليوم ان شاء الله ندير معكم غداء وواحد الدويره في جوج ديال المحلات ووجبه عشاء. اجيو تشوفوا معايا. هنا غادي نحضر وجبه غداء اللي سريعه وسهله. عندي هنا فلفل وحده، حبه فلفل اصفر وحبة فلفل احمر، وواحد القليل من الشامبينيون او الفطر الابيض. غنوضع عليهم توابل، قليل من الابزار وقليل من السكينجبير، القليل من الملح والقليل من الثوم بودرة والقليل من الكمون، وطبعا نضيف واحد شوية ديال الزيت، زيت العود وزيت نباتية. غنوضع قليل بالقليل وواحد ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر. غادي نحرك هاد المكونات حتى طيب ليا الفلفله. من بعد ما طابت ليا الفلفله تنوضع ليها اللحم المفروم او كفته بهذا الشكل هذا. وتنعتذر على التصوير بهذا الشكل حقاش كنت شويه مزروبه وقلت لي ما لا انني نشارك معكم هاد الوصفه هادي. هنا من بعد ما طابت لي الحشوه ديالي غناخذ المول ونوضع فيه هاد الحشوه هادي، وغادي نبسطها على المول باكمله كما تشوفوا. انا هنا عندي البطاطس خديتها يعني قشرتها وسلقتها وضفت لها واحد ثلاثة ديال الفرماجات مثلثات، قليل من الثوم بودرة والملح وشوية ديال الابزار وملعقة صغيرة من زيت العود، وضعتها في واحد البوش ودرت لها بهذا الشكل هذا كيف ما تتشوفوا. وضعت المول ديالي عمرته كامل، من بعد ندخله للفرن. طبعا يعني ما تياخدش بزاف ديال الوقت في الطياب. تقريبا بعد ما نحس بيه طاب نص طيبه نوضعت له هنايا القليل من الفرماج الاحمر وقليل من الموتزاريلا من الفوق، وهذا هو شكل الطبق ديالي من بعد ما وجد. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع الدويره ايكيا ميسيو بريكولاج. Hatırladım mı en başta korkumuz vardı yalandan, gördün mü bak başka bir şeyler daha var. İstememiş miydin aşktan kurtarsın seni yalnızlıktan, analardan görünmez olduk ha. Tekrar gelsen yanıma kalbim ne der kim bilir, içimde seni tutmam ne yarar. Kalsam tek başıma pişman olmam senin gibi, ben yokken senin olman ne yarar. Belki de hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan, her şeyi yaratsan da kimse doymazlar. Belki de baştan başlamak lazım hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de hatırladın mı en başta korkumuz vardı yalandan, gördün mü bak başka bir şeyler daha var. İstememiş miydin aşktan kurtarsın seni yalnızlıktan, analardan görünmez olduk aha. Tekrar gelsen yanıma kalbim ne der kim bilir, içimde seni tutmam ne yarar.
başıma. Pişman olmam senin gibi. Ben yokken senin olman ne yarar? Belki de en baştan başlamak lazım. Hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan. Her şeyi yaratsan da kimse doymazlar. Belki de baştan başlamak lazım. Hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de hatırladın mı en başta korkumuz vardı yalandan. Gördün mü bak başka bir şeyler daha var. İstememiş miydin aşktan kurtarsın seni yalnızlıktan. Amalardan görünmez olduk ama. Tekrar gelsen yanıma kalbim ne der kim bilir. İçimde seni tutmam ne yarar? Kalsam tek başıma pişman olmam senin gibi. Ben yokken senin olman ne yarar? Belki de başlamak lazım hiç korkmadan kimseye bırakma kendini sonradan. Belki de yavaştan anlamak lazım insanlardan. دابا ندوز نحضر معكم وجبه العشاء اللي هي عباره فطائر تجي هشيشه. انا بالنسبه لهاد العجين هذه اللي غادي نعطيكم تنعتمد في جميع الفطائر تقريبا. تجي زوينه وتتعجبني بزاف. ممكن اني تندير بها تقشيشلات. عندي هنا معلقه ديال سنيده سكر سنيده والقليل من الملح ومعلقه كبيره من الخميره وجوج ملاعق ديال زيت العود. عندي هنا جوج ديال الاكواب نفس الكوب اللي درت به الحليب. كوب ديال الحليب وجوج اكواب ديال الفرز. اي كوب عبرتوا به غادي تعبروا به الفرز والحليب. غادي نضيف الفرز الخميرة والملح وسكر سنيدة. ثم نضيف زيت العود جوج ملاعق كبيرة. نخلط هاد المكونات هادي مع بعضها مزيان حتى يتجانس ليا الخليط ديالي. من بعد نبدأ نجمع بهداك الحليب ومالو ما نسيتها. الحليب يكون دافئ قليلا فقط يكون غير دافئ واحد شوية. لحقاش دابا الحال بارد. الا كان الحال سخون ممكن انكم ديروا الحليب بارد عادي. غادي نجمع العجين ديالي ومن بعد نرجع معكم. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما تشوفوا تجي شويه خفيفه تجي لهذا الشكل هذا. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح لمده 15 دقيقه. من بعد ما ارتحت ليا العجين ديالي غنوضع على سطح العمل الفرص بهذا الشكل هذا. وجزت داك العجين ديالي شكل كويرات كيف ما واضح في الفيديو. هنحاول نطلق الكره ديالي بهذا الشكل. انا عندي هنا الحشوه درت بصله اللي قطعت بصله كبيره ودرت قليل من الكمون وابزار وفلفل احمر والملح يعني تقريبا التوابل كلها والقليل من الخرقوم. غادي نوضعها فوق هذيك العجين اللي بسطتها ونوضع قطع من الزيتون صغيره اللي مقطعه قطع صغيره. غادي نجمع بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا. غادي نكمل هاد الكويرات اللي عندي كلهم. من بعد ما كملت الكويرات اللي عندي كلهم ودخلتهم للفرن يعني ما خدمتش بزاف ديال الوقت. وانا للتزيين هنايا درت فقط الزنجلان الابيض او السمسم.
وضعتهم في فرنسا، غرقوا لمدة تقريبا 15 دقيقة، يعني بداو تيتحمروا، طابوا ليا من تحت وتحمروا من فوق. تنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. مع السلامة، باي باي.